السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 22 من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 19 من شهر ديسمبر لسنة 19 و2000. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب لمرعي الحنبلة رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في ضاحية الصديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. تفضل، احنا كتاب الجنايات ان شاء الله تعالى. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ومشايخنا ووالدينا والحاضرين والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط القصاص فيما دون النفس. من أخذ بغيره في من أخذ باب شروط القصاص في من دون النفس. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا فلا. نعم، باب شروط القصاص، أي شروط تحقيق القصاص، يعني الشروط التي بها يصح القصاص، وبدونها أو بدون بعضها لا يصح، لا يجوز القصاص، وإنما لابد أن تجتمع هذه الشروط ليكون القصاص. والقصاص قلنا هو من قص الأثر، وهو فعل الفعل بالجاني كما فعل، أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وتكلمنا عن القصاص بالنفس، وقلنا أن القتل ثلاثة أنواع: إما أن يكون عمدا، وإما أن يكون شبه عمد، وإما أن يكون خطأ، وبينا حكم ذلك، ومتى يكون القصاص في العمد دون شبه العمد ودون الخطأ. الآن يتكلم عن الاعتداء على الناس فيما دون النفس، كان يعتدي على يده، على رجله، على وجهه، على سمعه، على بصره، وهكذا فيما دون النفس، يعني الأشياء التي لا تصل إلى القتل. قال: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونه، هذا هو الأصل. من أخذ، يعني نفس شروط الأخذ بالنفس هن الشروط تتحقق، وهو العمد العدوان، العمد العدوان لعموم قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، هذا هو الأصل. فمن حكم عليه أنه النفس بالنفس يحكم عليه كذلك الأذن بالأذن والسن بالسن وهكذا. ومن لا فلا، يعني من لا يطبق عليه الحد في النفس لا يطبق عليه الحد في دون النفس، يعني الشروط السابقة التي مرت علينا في قتل المعتدي. نعم، أحسن الله إليكم. وشروطه أربعة: أحدها العمد العدوان، فلا قصاص في غيره. نعم، لا قصاص في الخطأ ولا شبه العمد. لو أن إنسانا مثلا دفع إنسان هكذا، دفعه، صارت مشكلة بينه فدفعه، طيب هذا اعتداء، لكن لا يقصد قتله ولا يقصد كسره، ولأن الدفع هذا لا يتحقق في شيء، لكن بهذه الدفعة سقط وانكسرت رجله، هنا ما في قصاص، لأنه ما قصد أن يكسر قدمه، لكن لو ضرب قدمه بفأس مثلا أو بسكين أو قصد القدم، هنا قصد أن يصيبها، فلا بد أن يكون العمد العدوان. أما الخطأ فإن هذا لا قصاص فيه، وإنما القصاص يكون في العمد العدوان كما هو القصاص في النفس العمد العدوان. نعم، أسأل الله عليكم. الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف، وهو ما لان منه، فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك، فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر، وقع الموقع ولم يلزمه شيء. نعم، الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف. الاستيفاء بلا حيف أي بلا ظلم، الحيف الظلم،
ويعني ما يجوز إنسان قطع إصبعا من شخص يقطع يده كاملة، لا، قطع إصبعك تقطع إصبعه، فقع عينه يفقع عينيه كما قال الأول: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا غير مقبول في الإسلام، وإنما المقبول في الإسلام النفس بالنفس، والعين بالعين، والأذن بالأذن، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، والجروح قصاص. ما يجوز زيادة، ما يجوز الزيادة، وإنما يقتص. وهذا معنى القصاص، هو قص الأثر، يعني فعل كما فعل تماما بدون زيادة، بدون حيف، بدون ظلم. فالزيادة لا تجوز. ولذا قال: إمكان الاستيفاء بلا حيف، يعني يمكن مثلا كسر يده تكسر يد الكاسر، نزع سنه ينزع سن المعتدي، قطع إصبعه يقطع إصبع المعتدي، وهكذا. فالقصد أنه لا بد من الاستيفاء بلا حيف، بلا ظلم. قال: بأن يكون القطع من مفصل ينتهي إلى حد. المفاصل معروفة، مفاصل الإنسان معروفة، يقول القطع لا بد يكون من مفصل. طيب، إنسان قطع كف إنسان، قطعها من المفصل، فهذا إذا قطعت يده صار إيش؟ في حيف؟ ما في حيف، يد بيد، واضح الصورة؟ نعم. لكن لو قطع من نصف الساعد، هنا من نصف الساعد، ممكن يصير هذا؟ ممكن، واحد جاء طق واحد بسيف ولا بكذا قطع اليد من هنا. طيب، هذا الآن يبي يقتص اللي هو المعتدى عليه، قال له بيقتص، قالوا تقتص تقطع الكف بس. قال: كيف؟ هو قطع نصف الساعد، أنا أقطع بس الكف؟ وين النفس بالنفس والعين بالعين والروح قصاص؟ وين التساوي؟ وين العدل هنا؟ قلنا: لا، لابد أن يكون القطع من مفصل، لأن المفصل محدد معروف، فيكون القطع من مفصل حتى يعني يمكن التساوي، ممكن التساوي على أساس ما يصير حيف، ما يصير ظلم. هذه كيف تحسبها؟ هذه قد تأخذ زيادة، لكن المفصل مكان إيش؟ محدد، فيمكن قطع من مفصل. هذا على المذهب، على قول كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يقول: إذا كانت وسائل الطب الحديثة تمكن الإنسان من القطع من نفس المكان، ما في بس، يعني يؤتى بمشرط أو بسكين أو بمنشار طبي ويحدد وين قطع وكذا، طق هكذا ويقطعون من نفس المكان، ما في بس. هذا الصحيح. الصحيح إذا أمكن القطع من نفس المكان بشرط أن لا يكون حيف فلا مانع من ذلك. أما إذا لم يمكن يعني التساوي في هذا، القطع يكون من مفصل. طيب، أنا عندما أقطع من مفصل، هو قطع من أين؟ هو قطع من نصف الساعد، فإذا أقطعت المفصل أيهم قطع أكثر؟ هو الجاني. طيب، قالوا: ما في مشكلة، أنت الآن قطعت من هنا، طيب هذه عوضته الكف بالكف، ممتاز. وهذا من يعوضني عليه؟ هذا الجزء، هذا من يعوضني؟ قال: تعوض عليه مال، تعوض عليه إيش؟ غرامة مالية، غرامة مالية. لكن قطع بمثل وكذا هذا لا يكون إلا من مفصل، لا يكون إلا من مفصل، فهذا يعوض عليه إيش؟ ماليا، يسمونه الأرش، تعويض المالي. وإذا قال: إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد، ينتهي إلى حد، كمارن أنف، هذا المارن اللين، هذا من الأنف، هذا يسمى المارن، مكان اللين في الأنف هذا إيش؟ المارن. طيب، كمارن أنفه ما لانا منه، يعني إذا واحد اعتدى على المارن هذا تستطيع تعتدي على المارن، ما في مشكلة، مارن بمارن. طيب، اللين هذا. قال: فلا قصاص في جائفة. الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، الضربة التي تصل إلى الجوف، يعني واحد قتشك، والله قتشك قديم ها طيب، طعنك بسكين أو بشيء في داخل البطن، داخل الجوف، هذه يسمونها جائفة. المشكلة في الجائفة أنت ما تدري وين وصلت السكين، لا يعني مثلا أين وصلت هذه السكين حتى تقول أنا بقتص منك، قد تضع السكين إيش؟ إلى مكان أبعد من الذي
أوقعه هنا. وذاك شرط في القصاص أن يكون هناك تساوي، أن يكون هناك تساوي. فالجائفة وهي المكان المجوف داخل الجسم هذا، طيب قالوا لا يقتص فيها هذه. لماذا؟ لأن لا تدري أين تقف، لا تدري أين تقف. أيضا نقول كما قلنا قبل قليل، إذا كان من خلال الطب الحديث، وين عبد العزيز دكتور يصير ها الطب الحديث ممكن يصل إلى الأشعة مثلا يشوفون وين وصل الطعن، وممكن أيضا يعاقب إلى مكان يقول بس وقف هنا ممكن. طيب إذا الطب الحديث إذا أمكن أن يساوي بين جائفة المعتدي وجائفة المعتدى عليه ما في مانع، لأن الأصل والجروح قصاص، هذا هو الأصل. قال فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق أو بعض عضد أو بعض ورك. قلنا كل هذه الأشياء إذا أمكن المساواة فلا مانع. المانع هو إيش؟ خوف الحيف، خوف الظلم، خوف الاعتداء عليه بأكثر مما اعتدى. فإذا أمكن أن يعاقب بمثل ما اعتدى فلا مانع من ذلك. وانت تتكلم عن شريعة لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد، يعني ما زال مثلا في بعض بلاد مثلا اللي ما فيها الطب ما فيها كذا ما عندهم أدوات طبية بحيث أن يقصوا بهالمكان، فيعطى حكم شرعي لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد. نعم. فإن خالف قرأتها؟ طيب فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. يعني لو واحد ما صبر، يعني هذا قطع نصف الساعد مثلا، قالوا له تقطع، تبي تقطع؟ قال يا بقطع. قال تقطع من الكف، تقطع من الكف، لأن هذا مفصل، هذا ليس بمفصل ولا يؤمن الحيف الظلم، تقطع منه. قال توكل على الله، لو شو طقني. طيب أخي قالها بأخذ حقي ما علي منهم أنا. قال ينظر، إن خالف يعني ما قطع من مفصل فاقتص بقدر حقه ولم يسري. يسري لأن السراية اللي هي أن ينتقل الأذى إلى اليد، من تنشل مثل اليد مثلا من هذا القطع أو تفسد أو ما شابه ذلك، هذه يسمونها السراية، من السراع يعني يمشي يتعدى مكانه، يتعدى مكانه. قال فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع، يعني أخذ حقه كامل، أخذ حقه كامل ولم يلزمه شيء. نعم. مع أنه يقول نمنع من ذلك، نمنع من ذلك. طبعا هذا قلنا نمنع من ذلك لخوف الحيف، لكن في الطب الحديث كما قلنا إذا أمكن من خلال الطب الحديث يحدد المكان بالضبط بالدقة، زين يوضع هنا يقطع ويقطع هنا، ما في مانع ابدا حتى يقع القصاص على ظاهره تماما. نعم. اذا الشرط الاول ايش؟ ان يكون عدوانا عمدا. الشرط الثاني ان يمكن الاستيفاء، ان يمكن الاستيفاء بدون تعدي. نعم. السلام عليكم. الثالث المساواة في الاسم، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. نعم. المساواة أي بين العضوين، يعني هذا قطع يده قال أنا بقطع رجله، قل لا، قطع يدك تقطع يده، ما يصير تقطع الرجل، لأن الله تبارك قال العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، ما يصير قاعد تنوع تقول لا أنا بقطع رجله أأثر عليه أكثر، مو بكيفك. فلا بد أن المساواة بين العضوين، وكذلك اليمين بالشمال لا يصلح، اليمين باليمين والشمال بالشمال. لو قطع يده اليمنى قال إيه بس هو عسماوي مثلا أشول يستخدم أعسر، يعني يستخدم اليد اليسرى، أنا بقطع اليسرى حتى لا يستفيد منها، أنا الآن ما أستطيع أكتب، أيضا هو ما يستطيع يكتب مثلا. بعض أهل العلم يقول لا مانع من ذلك، هذه يد وهذه يد، وبعضهم قال لا، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها، ولا عين صحيحة بقائمة، ولا لسان ناطق بأخرس،
ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، ولا ذكر فحل بذكر خصي، ويؤخذ ما مارن صحيح بمارن أشل، وأذن صحيحة بأذن أشل. نعم، الرابع مراعاة الصحة والكمال، أي بين الجاني وبين المجني عليه، بين عضو الجاني وعضو المجني عليه. قال فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها، يعني جاء شخص مثلا وقطع يد إنسان له يعني الكف فيها ثلاثة أصابع فقط، خلقة هكذا مخلوق له ثلاثة أصابع، فقالوا اليد باليد، قال لا شو اليد باليد، هذا ثلاثة أصابع مو مستفيد من كف أصلا، أنا يدي كاملة خمسة أصابع وكذا، كيف تقطع يد كاملة بيد ناقصة؟ فيقول لابد إيش؟ من التساوي، لابد من التساوي. قال ولا عين صحيحة بقائمة، العين القائمة هي العين اللي بياضها ظاهر سوادها ظاهر لكن ما يشوف فيها، بس شكل، مثل الحين يشوفون بعض اللي فيهم العور أو الحول يركب عين صناعية مثلا تشوفها يعني بس ما يشوف فيها، عبارة عن قطعة زجاج ما يرى فيها شيئا أصلا، فهذه هي العين القائمة. العين القائمة هي عين شكلها عين وحقيقتها لا يرى فيها، لا يستفيد منها. قالوا فلو قطع إنسان ضرب إنسان في عينه القائمة، يعني عين حقيقية لكنها ما يرى فيها، طيب قال لا ما تشيلون عيني، يعني أنا شلت عينه اللي ما يشوف فيها، ما تشيلون عيني اللي أشوف فيها، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. أي نعم. قال ولا لسان ناطق بأخرس، كذلك جاء وقطع لسان شخص، قلنا نقطع لسان، قال لا اللي قطعت لسانه أصلا ما يتكلم فيه هو أخرس، فوجود لسانه وعدمه سواء، تقطعون لساني أنا لا أتضرر أكثر، أنا هو ما تضرر كذا، هو تضرر بس الشكل، أنا أتضرر بالشكل وبالكلام، ما أين التساوي، أين التساوي بيني وبينه؟ مثلا قال ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، طيب يعني يد شلاء لا تقطع بيد صحيحة، ولا رجل شلاء برجل صحيحة، ولا ذكر أشل بذكر صحيح، ولا أصبع أشل بإصبع صحيح، وهكذا. فيقولون لابد إيش؟ من التساوي بين الأعضاء، لابد من التساوي بين الأعضاء. قال ولا ذكر فحل بذكر خصي، ذكر فحل يعني ما زال يستطيع الجماع وكذا، ذكر خصي يعني وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. قال ويؤخذ مارن صحيح بمارن، عندكم أشل كلكم أشل باللام، الصحيح بالميم أشم، لأن المارن مقصود به الشم وليس الشلل، المقصود الشم بأشم يعني الذي يشم منه، طيب، وهذا الذي عليه أكثر كتب المذهب، مارن صحيح بمارن أشم، لأن هذه فائدة الأنف وهي الشم وليس الأشل، طيب، ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشم، وأذن صحيحة بأذن شلاء. قال لأن قالوا هذه لا يمكن إلا أن تكون كذلك، يعني لأن الأذن الصحيح والأذن، لأن السمع مو من صورة الأذن وإنما من الداخل فلا يؤثر، كذلك الشم ليس من هذا وإنما من الداخل، فلذا دكتور انقذنا، صحيح الشم من الداخل وليس من المارن، أعصاب داخلها، يعني المارن ما له شغل هذا، يعني لو قطعنا المارن مالك الحين عادي ها طيب، فيقول لأن هذا مجرد صورة لكن حقيقة الشم وهذا ليست من المارن، إذن يقطع المارن ويبقى يشم ماكو مشكلة، تقطع الأذن صورة الأذن ويبقى يسمع، هذا إذن هذا قول الجمهور أنه لا تقطع السليمة بالشلاء، واضح، أو الصحيحة بالفاسدة، ويقول لأن هذا ينافي اسم القصاص، لأن القصاص المثل بالمثل،
فكيف تقارن لي يد شلاء بيد صحيحة أو رجل شلاء برجل صحيحة؟ قلنا إن نترك المجرمين هكذا، لا ما تترك المجرمين، عاقبة، اسجنه، اضربه، غرمه ماليا، لكن ما تقطع لأن ما في تساوي. أين القصاص؟ القصاص هو المثل. يقول هنا ما في قصاص، هنا ما في قصاص. كذلك قالوا يعني الشلاء هذه التي قطعت لا نفع فيها، فوجودها كعدمها، وما يعني ما آذاه بشيء ظاهر. لذلك لما يقول له أنت قطعت لسانه قال خير إن شاء الله، ريحته، هو أصلا ما يتكلم. واضح ولا لا؟ شلون تقطعوا لساني؟ أنتم عاقبتوني عقوبتين، قطع اللسان الصورة والسمع والكلام أيضا، بينما هو أنا ما قطعت الكلام عنه، أنه أصلا لا يتكلم. واضح؟ القول الثاني قول الظاهرية، الظاهرية يقول يؤخذ به أشام، أشال، غير أشام، عين قائمة، عين حقيقية، يد شلاء، رجل شلاء، يؤخذ لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين أذن بالأذن. لم يفرق الشارع بين أذن سليمة وأذن لا يسمع بها، أذن رجل شلاء ورجل غير شلاء، لم يفرق الشارع في هذا، بل اليد باليد والرجل بالرجل، هذا هو الأصل. ثم قالوا تعالى نسألكم سؤالا، قال نعم، لو رجل صحيح سليم ما في شيء عاقل قتل رجلا مجنونا يقتل به؟ قالوا طبعا النفس بالنفس، اشمعنا هذا مجنون؟ يمكن أهله يقول الحمد لله أنه مات، ارتحنا شوية، تعبنا مع خصله صار مجنون حركي، طيب يقول ارتحنا وكذا، قال ريحت أهله منه، يقول مثلا. طيب نقول لا يقتل؟ قال لا يقتل. ليش؟ قال النفس بالنفس، اشمعنا؟ وقول الظاهرية أظهر حقيقة في هذه المسألة، قول الظاهرية أقوى، حتى لا يتساهل أيضا المجرمون بهذا فيتجرع على أشل أو على عرج أعرج أو على أشل اليد أو على أخرس أو على أصمخ أو غيرهم، فيعتدي عليه ويقول أنا ما تقطع يدي لأنه هو أصلا يده شلاء، أنا ما تقطع أذني لأن أصلا هو ما يسمع، لا يقطع لساني لأنه أصلا لا يتكلم، فيطمئن بهذا فيتجرع المجرمون على مثل هذا الأمر. فعندنا إذن ثلاثة أسباب. السبب الأول النص العام، وهو اكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، ولم يفرق بين صحيحة وغير صحيحة. التعليل الثاني هو أن هذا يدفع المجرمين إلى التساهل في مثل هذه الجرائم. الثالث كما أنه يقتل العاقل بالمجنون، طيب، والصغير بالكبير، واحد عمره 17 سنة قتل واحد عمره 87، يقول تقارنون أنا بهذا 87، هذا رجل بالدنيا ورجل بالقبر، طيب، وأنا توني 17 سنة تقتلوني فيه؟ ما يصير، نقول لا نقتلك فيه. قال لا ما تقتلوني فيه، صحيح؟ نقول لا، صحيح أنه يقتل به. قالوا كذلك هنا، الصحيح أنه يؤخذ به، وهذا الأظهر الله العالم قول الظاهرية في هذه المسألة أنه تؤخذ الشلاء بالصحيحة، عفوا الصحيحة بالشلاء، والقائمة العين القائمة بالعين الصحيحة، والأخرس بالناظق، وهكذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. نعم، قال يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، اللي قلنا قبل قليل هي الجائفة. الجائفة لا تنتهي إلى عظم، لو كان ينتهي إلى عظم قال اضرب إلى أن تصل إلى العظم، هنا متساوي بالضبط، لكن اضرب لين تصل إلى مكانه، كيف أعرف مكانه؟ أنا جائفة مكان مخفي، فقلنا الطب الآن طريق الأشعة يحدد لنا وين وقف، فنقول اضرب إلى أن تقف حيث وقف، أيضا من خلال الأشعة شوف، بس قف هنا، أنت الآن فعلت كما فعل، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، قال وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، يعني لو واحد جرح واحد شق يعني الجلد، فزال الجلد لم يصل إلى عظم، لم يصل إلى عظم مثلا بالعضلة مثلا أو كذا، ما وصل إلى عظم،
نقول ما في قصاص. لماذا؟ قال لأنه لا يصل إلى عظم. إحنا القصاص لازم يوصل إلى إيش؟ إلى عظم حتى نعرف أين نقف. كما قلنا قبل قليل، إذا كان يمكن معرفة أين نقف وأن نقف حيث وقف المعتدي، فالأصل إيش؟ الأصل إقامة الحدود كذلك، أو القصاص كذلك. هذا هو الأصل، أن نقف حيث وقف إذا أمكن ذلك. وإذا قال كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، كل هذه يرونها حكومات، حكومة يعني غرامة، تكون عليها غرامة. هنتكلم عن المتعمد في كل غرام مالية، لأنه يقول لا يمكن أن نقف حيث وقف. فإذا أمكن أن نقف حيث وقف، الصحيح أنه يعتدى عليه مثل ما اعتدى. طيب لو كثر السن ولم يزله، ممكن واحد يضرب واحد ويكسر السن وليس كل السن؟ ممكن، ممكن يكسر جزء من السن. نعم، فإذا كسر جزء من السن تسوون؟ شلون تكسر نص جزء من السن؟ قول نجيب ودي عند الطبيب ويبرد له برد. ممكن دكتور يبرد إلى حيث وقف في الكسر، واضح؟ حيث الناس لو شافوه عرفوا أن هذا إيش؟ أخذ قصاصا، أخذ قصاصا. فالقصد إذا حتى السن إذا كسر نصفه، يقول ما تأخذ السن، شلون تكسر نصه؟ شلون الطريقة تكسر نصه؟ ما في أجهزة بهذا، يعني في ذاك الوقت طبعا، الآن في أجهزة. فنقول قايس كثر أخذ من السن، والآن جيب الجهاز وحط حد واكسر من السن إلى أن تصل إلى هذا المكان. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن كلام أهل العلم يتكلمون عن زمنهم، إن في زمننا لا يمكن القصاص في هذه الأمور بدون تعدي، اللي هو أول شيء قال اللي هو أمن الحيف، أمن الحيف اللي هو الظلم. فإذا أمننا الحيف والظلم فلا مانع أن يؤخذ بالقصاص كما فعل. وإذا قال كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه كلها تصل إلى عظم. الموضحة هي التي توضح العظم، الموضحة التي توضح العظم، هذه موضحة. إذن اضرب لين توصل إلى العظم. هذه يمكن الاستيفاء ولا لا؟ يمكن، لأن يقول موضحة، ضربه إلى أن وصل إلى عظمه، ضربه في بطنه إلى أن وصل إلى عظم. نقول اضرب إلى أن تصل إلى عظم، هذا ممكن، ما عندنا مشكلة. كذلك الهاشمة، الهاشمة التي تصل إلى العظم وتكسره، تهشم العظم تكسره. قال اضرب واكسر العظم، ما في مشكلة، هنا يمكن الاستيفاء بلا حيف. المنقلة لا، تكسر العظم وتحركه من مكانه، تحرك العظم من مكانه، اكسر وحرك العظم من مكانه، لأن هذا ممكن ولا غير ممكن؟ قالوا ممكن هذا. كذلك المأمومة، المأمومة هي الضربة التي على الرأس تصل إلى أم الدماغ. المأمومة هي الضربة على الرأس تصل إلى أم الدماغ، قال اضرب إلى أن تصل إلى أم الدماغ. فالقصد في النهاية باختصار هذا كله، إذا أمكن عدم الحيف فيؤخذ بالقصاص تماما، وإذا لم يؤمن الحيف فيؤخذ من المفاصل وإلى ما يصل إلى عظم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن ما هي العلة التي من أجلها نقف أو نستمر؟ الظلم، الحيف. إذا كان يمكن أن نقتص منه كما فعل فنبقى على هذا، وإلا فالتوقف في مثل هذه الأحوال. نعم، أسأل الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وسراية القصاص هدر، وسراية الجناية مضمونة، ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. نعم، سراية القصاص هدر، سراية القصاص هدر. الآن لو جاء إنسان واعتدى على شخص فقطع يده، قطع يده من هنا من المفصل، طيب قطع من المفصل، وجاء الجاني قلنا ماذا تريد؟ تريد دية أو تريد القصاص؟ قال لا، أبي القصاص، قطع يدي تقطع يده. قلنا توكل، اقطعوا يده، قطعنا يده مات الجاني، قطعنا يده مات، ما تحمل القطع ولا صار يعني نزيف، صار اللي يكون، المهم انه مات. يقول دمه هدر، يعني لا يؤاخذ الذي اقتص، لا يؤاخذ الذي اقتص، لان اقتص بامر السلطان، طيب
واقتص اختصاصا صح، مو مثل اللي قبل قلناه اللي اعتدى زيادة أو كذا، أو مو من مفصل، لا من مفصل، أخذ من مفصل بالضبط وكذا، لكن سرت صار في نزيف. الحين مو في ناس يدش عملية ونزيف ويموت أثناء العملية أو من المخدر أو كذا، هذا جاء قطع يد إنسان، هذاك قطعت يده بعدين ضمدوها وشوفي وكذا، وهذاك ماسكينه قالت أشتبي، قال القصاص قطعوا يده، تقطع يده كما قطع يدي، قال خير إن شاء الله، ملزم قال ملزم، اقطعوا يده، قطعوا يده فمات من قطع اليد. ممكن دكتور؟ ها؟ والله وايد سندنا عليك الليلة. طيب، فإذا هنا إذا قطعت يده فمات دمه هدر، لماذا؟ لأنها قطعت في حق، قطعت في حق، والسراية على الجاني هدر إذا وقعت يعني بقضاء الله وقدره بدون تعدي، بدون تعدي. طيب، قال وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه. سراية الجناية، واحد قطع يد إنسان، المعتدي قطع اليد الآن زين، فودوا المستشفى نزيف عالجوا عالجوا مات، قال تقتل، قال شنو أنا قطعت يد أقتل، أقطعوا يدي، قلنا لا مات الرجل، الرجل مات، قال لي مات يمكن من إهمال الأطباء، مات من النزيف، بس أنا بس قطعت يده ما طعنت في قلبه ولا في كذا ولا كتمت أنفاسه، أنا قطعت يد، ما في أحد يموت من اليد، قال ما في أحد يموت من اليد، هذا موضوع الحين مات ولا ما مات؟ الآن مات تقتل، إذا سراية الجناية مضمونة، سراية الجناية مضمونة، بينما سراية القصاص غير مضمونة. وضحت الصورة؟ واضحة الصورة؟ إذا سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص غير مضمونة، إلا إذا استعجل المجني عليه، قطع يده، هو بالمستشفى الآن قاعد يعالجونه وكذا، سلامات سلامات، قال أي سلامات، اقطعوا يده مثل ما قطع يدي، أبي القصاص، قلنا إن شاء الله بس لما تطلع بالسلامة ونتأكد أنك طبت وصرت زين وكذا نقطع يده، قال لا لا أنا أطيب لما تقطع يده، أنا نفسيا تعبان ما أطيب لما تنقطع يده، يا ولد حاذكر الله لما تطلع عشان تشوفه وهو يقطع يده، قال يبو قدامي أشوف بس الآن تقطع يده ما أصبر، جابوه قطعوا يده زين، عقب ما قطعوا يده ذاك مات المجني عليه الأول مات، لا يقتل لماذا؟ لأنه استعجل، استعجل، وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أصيب في قدمه في رجله زين، فطلب القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انتظر حتى تبرأ، انتظر حتى تبرأ، لما تطيب ونشوف إنه ما تعدى الألم أو الإصابة مكانها ما صار سراية نضربه في رجله، قال له الآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما تشاء، فطعن ذاك في رجله كما طعن هذا في رجله، بعد مدة الجاني الذي طعن في رجله طاب وعالج وصار طبيعي، هذا قام يعرج خلاص صار عاهة بالنسبة له، اللي طعن أول واحد المجني عليه صار يعرج، راح حق النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صرت أعرج، طقوه مرة ثانية خلي أعرج مثلي، فقال أنا قلت لك انتظر لكنك لم تصبر، فدمك هدر خلاص، جناية اللي عليك هدر، أنت ما صبرت، أنت لم تصبر. فإذا نعيد مرة ثانية، سراية القصاص هدر، يعني ما وقع قصاصا وتسرى الألم أو الإيذاء أو حتى لو وصل إلى الموت فهو هدر، وسراية الجناية فإنها إيش؟ ليست بهدر، مضمونة، سراية الجناية إيش؟ مضمونة، إلا إذا اقتص صاحبها قبل أن يبرأ، إذا اقتص صاحبها قبل أن يبرأ فهنا تكون إيش؟ السراية هدرا،
وإذا قاعد عند أهل العلم كل مأذون به فهو مضمون وكل غير مأذون به فهو غير مضمون. هذه قاعدة، كل مأذون به مضمون غير مضمون، عفوا المأذون به غير مضمون، المأذون به القصاص، وإذا غير مضمون إذا مات من القصاص، لأن القصاص مأذون به ولا لا؟ مأذون به. إذن كل مأذون به غير مضمون. لو واحد أقيم عليه الحد جلدا، سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا، لو أمر بجلده شارب خمر مثلا جلد، ما هو يجلد مات، مأذون به الجلد، مأذون به الجلد مات هدر. لماذا؟ لأن الجلد مأذون به. جلد زاني، جلد 100 جلدة مات هدر. كل مأذون به غير مضمون، كل مأذون به غير مضمون. والعكس صحيح، غير المأذون به وهو الاعتداء اللي اعتدى هو بالبداية، هذا مأذون به؟ مأذون به الاعتداء؟ غير مأذون به، هذا اعتداء غير مأذون به. إذن هذا إيش؟ مضمون، يضمنه لأنه غير مأذون به، فيضمن السراية، يضمن السراية. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه محمد، حتى لا نقطع باب الديات من أول، يعني يكون يعني مستمرا الوقت الآن. طيب في أحد عنده سؤال؟ تفضل. سؤال. سم. سيارة طايح شارع أحمر. إيه. دع شخص تسبب في شلل. هل يطبق عليه قصاص؟ زين. أنت اللي بتجاوب. صح؟ شنو شروط القصاص؟ عدوان. عمدا عدوان. هل هذا عمد عدوان؟ عمد قصده؟ يبي هذا بيذبحه؟ ماشي، ما يبي يذبحه، فهو إذن في شيء غلط، في اعتداء بس ما قصده القتل. مثل لما تطق واحد، واحد صار بينك وبين الخصام عطيته بوكس مثلا وطاح بحفرة ومات، هذا ما في قصاص، لأن طقت البوكس عادة ما تقتل، لكن ما الذي قتله؟ سقوطه مثلا أو الضربة التي جاءت، هذا يسمى شبه عمد، شبه عمد وليس بعمد. إيه نعم، ولذلك ما في قصاص، القصاص فقط في العمد العدوان، أنت قصده يبيه. إيه نعم. السؤال الثاني. شيخ الحين الجانب إذا تقطع يده أو أي مكان، هل يجوز تخديره؟ لا مانع، لا مانع إن شاء الله، الله العالم، لا مانع. بس أيضا بعض أهل العلم قال أهم شيء إنه يحافظ على صحته، يعني بعضهم قال لا يخدر حتى يشعر بألم الضربة، بعضهم يقول يخدر، الله أعلم. نعم. ثم الحدود ما وصلنا لها، تصبر. عندنا شبه مصر وخاصة في الصعيد فيه الثأر. الثأر. خاصة في الصعيد، يعني لو عاد قتل واحد يدير فيه قتل، لأنه عارفين لما تروح مثلا الحاكم والقضاء ما بيحكمش عليه بالقتل، يجي له 7 سنين 10 سنين، حتى لو خد فترة الحبس بعد ما بيطلع برضه بيقتل. ايش تبي تقول لك خليه يقتلونه؟ ما يجوز. ما يجوز ان الناس ياخذون ثأرهم بأنفسهم. لأن عندما نقول جريمة قتل هذه لابد أن يقضي فيها القاضي، لأن هذه المسائل دقيقة جدا، اللي هي لابد يكون عدوانا ظلما أراد القتل، هذه من يقررها؟ الناس العاديين يقررونها، يقول لا احنا شفناه رماه. طيب قضية رماه، ليش رماه؟ رماه أين؟ عرفت؟ فهذه القضايا لابد، لكن لو حكم القاضي عليه بالقتل لكن سجن ولم يقتل، لم ينفذ يعني الإعدام، فهنا لو قتل هذا الإنسان يكون غير معصوم الدم، يكون غير معصوم الدم، لكن يترك هذا الأمر للناس. يعني مثل الآن تسمعون في بعض البلاد مثلا يسمونها جريمة الشرف، مثلا امرأة إذا زنت يذهبون أهلها ويقتلونها، هذا ما يجوز، قد تكون بكرا، والبكر ما ترجم، تجلد 100 جلدة فس، وهؤلاء يقتلونها، يقولون الشرف ما نتحمل، وهذا كلام فاضي،
لأن أول شيء الحكم لا يفرق بين الرجل والمرأة، وكما تقتل المرأة شرفا اقتل الرجل شرفا، هذا لا يحدث أبدا. وكذلك قضية أن التحديد أنها زانية أو غير زانية، من رأها وهل اعترفت وهالكذا، هذه أشياء يعني لابد أن ترجع إلى القضاء. كون الحاكم لا يطبق الشرع هذا إثمه عند ربه سبحانه وتعالى، إثمه عند ربه، لكن لا يجوز لنا أن نقتل القاتل بحجة أنه قتل، إذا نقتله حتى لو لم يرضى الحاكم، هذا على الحاكم عند الله سبحانه وتعالى يحاسب. هنا تفضل. كيف؟ أطباء كيف؟ ما فهمت السؤال. مو متعمد، ما في قطع، القصاص في التعمد فقط، لابد يكون عدوان عمد. طبعا غرامة، هذه تصير غرامة، إذا أخطأ في حقه غرامة، لكن إذا تعمد كسر سنه أو كذا السن بالسن. أما إذا لم يتعمد أخطأ تطبب فأخطأ يتحمل هنا، لكن ما تكون، ما يكون السن بالسن، وإنما غرامة تكون عليه. أي نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، في فضل الرابع مراعاة الصحة، مراعاة الصحة. إذا فضل شيخ يعني أهل الاختصاص والأطباء يعني قالوا يقينا إذا قمنا الحد قصينا إيده فرضا، وقع يمكن شيخ في عهد عمر الزاني اللي كان ضعيف جدا فقال يعني اجلدوه، فأحد من الصحابة قال إذا جلدناه يموت يعني. فشيخ إذا أقام عليه، إذا اختص من شيخ يموت، ما يعني قصوا إيده فرضا صحته ما تساعد إنه يعيش، هل يقام عليه الحد شيخ؟ الأصل أن يقام عليه الحد، لكن عاد قضية أن ما يعيش هذا عاد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قصاص حق، لكن هذا ما هو قصاص، هذا حد. القصاص حقوق ناس، حقوق الله تسقط، الله يسقط حقوقه لكن حقوق الناس ما تسقط، وإلا هذا على أبو ما يقتص منه يلعب لعب يقول أنا ما يقتص مني، لا ما يصلح هذا أبدا. هنا خير إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.